في نرفزة أصبحوا أكثر توتر وأكثر نرفزة، وهذا عامل أيضا ينضاف إلى العوامل التي تصب لمصلحة فريق الرجاء البيضاوي. زكريا حذراف يتلقى الإنذار قبل الخروج. أنت كنت في غنى عن هذا الإنذار يا زكريا حذراف. عموما يعني حذراف تحركه عادي، لم يقم بأي شيء، وأعتقد بأن هذا الإنذار يمكن قاسي في حق زكريا حذراف. شوف التحية من السفري، طبعا إضافة قوية، إضافة مهمة جدا للسفري في الطاقم التقني، وهذه يمكن كانت من المؤاخذات المسجلة على الرجاء، غياب يعني مساعد مدرب في المستوى الكبير. وأعتقد بأن السفري بخبرته كلاعب وكدولي سابق واللاعب اللي أعطى شيء الكثير لفريق الرجاء الرياضي، الآن ابن الدار ولد الفرقة يساعد النادي على خط التماس مدرب ثاني في الدكة على جانب الإسباني خوان كارلوس غاريدو. يلا يا شباب عندكم 8 دقائق.